السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله بنكمل مع بعض شرح الماس جورنال أو كراس الرياضيات برايمري 1 الصف الأول الابتدائي ترم 2 أو الترم الثاني، وكنا انهينا مع بعض المرة اللي فاتت الشرح حتى lesson 85 او درس رقم 85، والنهاردة هنبدأ مع بعض نشرح من 86 حتى 90 او من 86 حتى درس رقم 90. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. Lesson 86 يا أصحابي لسه بيكمل معانا عملية الـ subtraction أو الطرح، وإحنا كنا أخدنا المرة اللي فاتت عملية الـ addition أو الجمع، وإزاي بنكتب الـ math problem الخاصة بعملية الـ addition أو عملية الجمع، وإزاي بنحلها والطرق المختلفة لحلها. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض وهنشرح عملية الـ subtraction والـ math problems أو المسائل الرياضية الخاصة بالسبتراكشن أو عملية الطرح. والطرح يا أصحابي يعني إحنا نجيب رقم ونطرح منه أو نشيل منه رقم تاني، وبعد كده نوجد الناتج اللي هو الرقم المتبقي بعد ما نشيل الرقم الصغير من الرقم الكبير، لأن دايما إحنا بنطرح رقم صغير من رقم أكبر منه علشان خاطر نعرف نعمل عملية الطرح. بعد ما نشيل الرقم الصغير ده من الرقم اللي أكبر منه بيتبقى معانا رقم هو ده ناتج عملية الطرح اللي هو الرقم المتبقي. تعالوا ناخد ده بالأمثلة، خليكوا معايا. وزي ما احنا شايفين قدامنا أصحابي ده مثال 15 birds were flying، 15 طائر were flying كانوا طايرين. Some landed on a tree، بعضهم landed يعني بعضهم هبط على الشجرة. 6 are still in the air، 6 لسه موجودين في الهواء. How many birds did land on the tree، كم طائر did land هبط on the tree على الشجرة. زي ما احنا عرفنا المرة اللي فاتت في خطوات لحل عملية الجمع، وبرضو نفس الخطوات دي موجودة في حل عملية الطرح او subtraction. اول حاجة ان احنا نفهم المسألة، احنا دلوقتي فهمناها، كان في 15 طائر طايرين في الهواء، بعضهم هبط ونزل على الشجرة وبقى 6 في الهواء. عايزين نعرف كام طائر هبط ونزل على الشجرة، فاحنا هنا فهمنا المسألة وعملنا understanding. تاني حاجة هنعمل writing او هنكتب المسألة دي او problem دي في شكل ارقام او في شكل numbers. زي ما احنا شايفين قدامنا هنكتب هنا 15 او 15 minus، minus يعني ناقص، و minus هنا العلامة الخاصة بالsubtraction او بعملية الطرح، وهنا علامة الاستفهام او question mark. العلامة دي بتدل ان الرقم ده احنا مش عارفينه، احنا مش عارفين كام طائر عمل landing او هبط على التري او على الشجرة. equals بيساوي 6 اللي هما متبقيين في الهواء. فاحنا عندنا هنا ال 15 احنا عارفينها وال 6 احنا عارفينها، ال 15 كان مجموعة طيور كلهم وال 6 اللي متبقي في الهواء دلوقتي. اما ال question mark او علامة الاستفهام دي هي الطيور اللي عملت landing على التري او اللي هي هبطت على الشجرة. فاحنا نعمل ايه يا اصحابي؟ احنا كده حددنا المسألة وكتبناها في شكل ارقام. بعد كده الخطوة الثالثة زي ما احنا عرفنا المرة اللي فاتت هنعمل drawing او هنعمل رسم لل 15 birds في شكل 15 circles صغيرة. فهنرسم هنا 15 draw 15 circles، 15 دايرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. عملنا drawing لل 15 circles الصغيرين، كل circle منهم هي طائر من الطيور، يبقى احنا هنا عندنا ال 15 سيركل دول بيمثلوا ال 15 بيردز او ال 15 طائر. هنعمل ايه بعد كده؟ هنلون منهم 6 سيركلز او 6 دوائر اللي هم لسه موجودين في الهواء. فهنلون اهو، هنعمل كولرنج ل 1
1 2 3 4 5 6. احنا كده عملنا تلوين لست دوائر او 6 circles اللي هم لسه طايرين في الهواء دلوقتي، الطيور اللي لسه طايره في الهواء دلوقتي. فعشان نعرف اللي اتبقى معانا ده هم دول اللي عملوا landing او هبطوا على التري او على الشجرة. فتعالوا نعدهم مع بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى المفروض how many birds او كم طائر did land on the tree، هبط على الشجرة. شاطرين، 9 birds او 9 طيور، لان احنا بقى معانا هنا 9 زي ما احنا شايفين قدامنا. فهنلاقي ان 15 اللي هو مجموع طيور minus ناقص 9 اللي هم طيور اللي عملت landing على التري equals بيساوي 6 طيور اللي هم لسه طايرين في الهواء فهنكتب هنا 9 birds landed on the tree او 9 طيور عملت هبوط وهبطت على الشجرة زي ما احنا شايفين قدامنا. تعالوا ناخد مثال تاني علشان نثبت المعلومة، خليكوا معايا. هنا يا اصحابي بيقول لنا وائل has 18 pounds، وائل معاه 18 pounds 18 جنيه. He bought، هو اشترى a chocolate شوكولاتاية. Now he has 10 pounds، دلوقتي هو معاه 10 pounds 10 جنيهات. How much money كم ثمن او كم كمية الفلوس did the chocolate cost، كلفته قطعة الشوكولاتة دي او الشوكولاتة دي كلفته قد ايه. How much money did the chocolate cost، كم ثمن الشوكولاتة اللي هو اشتراها. يبقى هو كان معاه 18. بعد كده he bought a chocolate، هو اشترى شوكولاتاية، اتبقى معاه 10 pounds، يبقى الشوكولاتاية دي بتمنها كام يا أصحابي؟ زي ما احنا عارفين ان الخطوات ان احنا اول حاجة نعمل understanding، احنا دلوقتي عملنا understand للماث problem فهمناها. تاني حاجة هنعمل لها writing in the numbers، هنكتبها بشكل أرقام. فهنكتب هنا 18 minus question mark او علامة الاستفهام الرقم اللي احنا مش عارفينه اللي هو تمن الشوكولاتاية equals بيساوي 10 pounds الفلوس اللي اتبقت معاه اللي هي العشرة جنيه. احنا كده خلاص حددنا المشكلة في شكل ارقام، وواضح زي ما احنا شايفين ان 18 هي الرقم الكبير، يعني علامة الاستفهام دي لما نجمعها على 10 هيساوي طبعا 18 لان 10 دي هي الباقي. فلو قلنا 10 plus اللي هي العشرة plus دي علامة الجمع طبعا ال question mark او علامة الاستفهام دي هيساوي ال 18 equals 18. مجموع الاتنين دول الجزئين دول بيساوي الكل اللي هو المبلغ الكبير اللي هو ال 18. فاحنا ممكن نعمل ايه، دي برضو استراتيجية او طريقة من طرق الحل، ممكن نعمل counting او نعد from 10 to 18. هنعد على صوابعنا، بعد ال 10 هنلاقي 11 12 13 14 15 16 17 18. هنلاقي مجموع الأرقام اللي بعد ال 10 علشان نوصل لل 18 هنلاقيهم ايه، هنلاقيهم 8. count from 10 to 18 هنلاقي you will get 8، هتلاقي ان انت عديت لحد 8 بس، 8 صوابع بس على صوابعك. يبقى 18 minus 8 او 18 ناقص 8 equals بتساوي 10. يبقى the cost of the chocolate، تمن الشوكولاتاية is 8 pounds او هو 8 جنيهات. طبعا دي طريقة تانية للحل زي الطريقة بتاعت الدروينج او الرسم بتاعت السيركلز زي ما احنا خدنا المرة دي والمرة اللي فاتت. ممكن برضو نرسم 18 circles او 18 دايرة وبعدين نظلل او نلون او نعمل coloring ل 10 circles منهم او 10 دوائر منهم، ونعد الدوتس الباقية او السيركلز الباقية هنلاقيهم 8. فهنعرف ان تمن الشوكولاتاية هو 8 pounds او 8 جنيهات زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا خدنا الطريقة التانية لحل subtraction problems او عملية الطرح. تعالوا نروح للكتاب ونشوف المسألة الموجودة فيه ونحلها مع بعض، خليكم معايا.
بنوصل لبيج 171 او 171 وفيها lesson 86 او درس رقم 86 وبيقول لنا هنا solve the math problems حل المسائل الرياضية show your work here وضح العمل او الحل بتاعك هنا هو be sure خليك متأكد to write the problem and answer ان انت تكتب البروبلم او المسألة الرياضية and answer والإجابة بتاعتها. فطبعا تعالوا نروح للتيتشر جايد أو دليل المعلم ونشوف المسألة المفروض تكونوا خدتوها في الكلاس روم ونحلها مع بعض. خليكم معي. طبعا يا أصحابي في دليل المعلم زي ما احنا شايفين قدامنا teacher say المدرس هيقول لكم في الفصل يعني there are 14 sheep there are هناك 14 14 sheep 14 sheep 14 خروف left in the field left in the field متروكين ومتبقيين في الفيلد او في الحقل farmer علي الفلاح علي had 20 sheep كان عنده 20 sheep 20 خروف during the night خلال الليل في اثناء الليل some of the sheep بعض الخرفان escaped هربت and now ودلوقتي there are only دلوقتي هناك فقط 14 left 14 بس متبقيين in the morning في الصباح we have to figure out يجب علينا أن نوجد how many sheep كم عدد الخرفان are missing مفقودين to solve this story problem لحل المشكلة بتاعت القصة دي زي ما احنا عرفنا دلوقتي احنا عملنا understanding او فهمنا الماث problem او المسألة الرياضية المفروض تاني حاجة نكتبها في شكل ارقام زي ما احنا شايفين قدامنا ادي احنا كتبناها هنا في شكل ارقام 20 او 20 اللي هم ال 20 sheep او ال 20 خروف اللي كانوا مع علي minus ناقص هنا dots نقط الرقم اللي احنا مش عارفينه equals بيساوي 14 14 يبقى ايه احنا عرفنا دلوقتي ان الرقم مش موجود هو ده واحنا عارفين ان المجموع اللي احنا هنطرح منه هو 20 واللي متبقي معانا هو ال 14 كده كتبناها في شكل ارقام تاني حاجة تساعدنا في الحل هنعمل ايه يا اصحابي شاطرين هنعمل drawing او هنرسم 20 circles او 20 دايرة زي ما احنا شايفين قدامنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اي 20 circles او 20 دايرة زي ما احنا شايفين قدامنا بعد كده هنعمل coloring او هنلون 14 circles او 14 دايرة من ال 20 دول علشان نقدر نحدد الميسنج نمبر او الرقم المفقود اللي هو خاص بالشيبس اللي هربت بالليل فهنلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 احنا دلوقتي عملنا كولرنج لل 14 سيركلز دول او لل 14 دايره دول هنلاقي معانا متبقي معانا كام يا اصحابي 1 2 3 4 5 6 هنلاقي معانا 6 circles او 6 دوائر بس هما المتبقيين فنعرف ان الرقم المفقود هو كام يا اصحابي شاطرين هو 6 زي ما احنا شايفين قدامنا فهنكتب المسألة الرياضية زي ما احنا شايفين قدامنا 20 minus 6 equal 14 او 20 ناقص 6 بيساوي 14 وبكده احنا عرفنا عدد الشيبس اللي هربت منه in the night او في الليل وكده نكون حلينا الماث بروبلم الخاصة بليسون 86 ونتنقل للدرس اللي بعد كده خليكم معايا وليسون 87 و 88 و 89 يا اصحابي بيكلمونا عن حاجة اسمها الكاونتنج فورورد باي تنس ماني ان احنا نعد بزيادة باستخدام العشر جنيهات نقعد نعد مع بعض باستخدام العشر جنيهات بالزيادة تعالوا ناخد أمثلة على الكلام ده خليكم معي
زي ما احنا شايفين يا اصحابي في التيبل ده موجود الارقام from 1 to 100 او من 1 ل 100. بيورينا هنا يا اصحابي ان احنا لما نعد 10 يبقى هنلاقي ال 1 بعد منها على طول، لو لما نزود عليها 10 هيبقى كام؟ شاطرين هيبقى 11. طب لما نزود على ال 11 10 هيبقى كام؟ 21. طب لما نزود 10 more او 10 كمان هنلاقي كام؟ 31. طب لما نزود 10 more او 10 كمان هنلاقي كام؟ 41. طب لما نزود 10 more هنلاقي كام؟ 51. 10 more 61. 10 more 71. 10 more 81. 10 more 91. هنا واضح قدامنا يا اصحابي ان احنا لما بنزود 10 او 10 على كل رقم، الرقم بيزيد معانا بشكل عامل ازاي. طبعا احنا في الدرس ده بنتكلم عن الماني او عن الفلوس، فازاي شكل الفلوس والعملات بتاعتها البنك نوتس او العملات الورقية، وناخد عليها امثلة. خليكم معايا. اول حاجة اصحابي عملة الوان باوند او الواحد جنيه، ده شكل عملة الوان باوند او الواحد جنيه زي ما احنا شايفين قدامنا، ودي او اصغر عملة او اصغر ورقة نقدية. بعد كده عملة الفايف باوندز او الخمسة جنيه، وزي ما احنا شايفين قدامنا ده شكل الفايف باوندز او الخمسة جنيه، والفايف باوندز او كل ورقة نقدية بعملة الخمسة جنيه او الفايف باوندز بتساوي خمس ورقات من عملة الوان باوند او الواحد جنيه. بعد كده عملة التين باوندز او العشرة جنيه، وده شكل عملة التين باوندز او العشرة جنيه، وكل ورقة نقدية ب 10 pounds أو ب 10 جنيه تساوي ورقتين، كل ورقة منهم ب 5 pounds أو 5 جنيه، وبرضو ممكن تساوي 10 ورقات كل ورقة منهم 1 pound أو 1 جنيه، وممكن كمان تساوي إيه أصحابي؟ تساوي ورقة واحدة ب 5 pounds وخمس ورقات ب 1 pound، لأن مجموعهم برضو هيكون كام؟ 10 pounds أو 10 جنيه. وبعد كده نوصل لعملة ال 20 pounds أو ال 20 جنيه، وعملة ال 20 pounds أو ال 20 جنيه فيها أربع ورقات، كل ورقة منهم ب 5 pounds أو 5 جنيه، وممكن كمان تتكون من ورقتين كل ورقة منهم 10 pounds أو 10 جنيه. وبعد كده العملة اللي أكبر منها هي عملة ال 50 pound، ده شكلها زي ما احنا شايفينه قدامنا، وهي بتساوي مثلا ورقتين كل ورقة منهم 20 pounds، وورقة كمان بتساوي 10 pounds، يعني ثلاث ورقات، اتنين ب 20 pounds أو 20 جنيه، وواحدة ب 10 pounds أو 10 جنيه، لأن مجموعهم التلاتة هيساوي 50 pounds، وممكن برضو تساوي خمس ورقات أو 5 bank notes كل ورقة منهم ب 10 pounds أو 10 جنيه، ممكن تساوي كمان 10 ورقات أو 10 bank notes كل ورقة منهم 5 pounds أو 5 جنيه، ممكن كمان تساوي 50 ورقة كل ورقة منهم 1 pound أو 1 جنيه. وأكبر ورقة وآخر ورقة هي ورقة ال 100 أو ال 100 جنيه زي ما احنا شايفين قدامنا، هي دي ورقة ال 100 جنيه أو ال 100 pound، وطبعا هي ممكن تساوي ورقتين كل ورقة منهم 50 pounds أو 50 جنيه، أو خمس ورقات كل ورقة منهم 20 pound أو 20 جنيه، أو 10 ورقات كل ورقة منهم 10 pounds أو 10 جنيه، أو 20 ورقة كل ورقة منهم 5 pounds أو 5 جنيه، أو 100 ورقة كل ورقة منهم 1 pound. دي البنك نوتس أو العملات الورقية بتاعت الفلوس. وتعالوا ناخد بعض الأمثلة على الماني وعلى الفلوس. خليكم معايا. زي ما احنا شايفين يا أصحابي هو بيوضح لنا هنا إن 5 pounds أو 5 جنيه فيها 5 جنيهات 1 2 3 4 5، وال 10 pounds فيها 10 جنيهات او 10 ورقات كل ورقة ب 1 pound، وال 20 pounds او ال 20 جنيه فيها ورقتين كل ورقة ب 10 pounds، وال 50 او ال 50 فيها 5 ورقات كل ورقة منهم بال 10 pounds او ب 10 جنيه. بيني اصحابي هنا مجموعة حاجات ممكن نشتريها. طبعا اول حاجة الكالكوليتر او الآلة الحاسبة،
تاني حاجة البن أو القلم الجاف، تالت حاجة البوك أو الكتاب، رابع حاجة الكايت أو الطيارة الورقية، وخامس حاجة الكريونز أو أقلام التلوين. فعندنا هنا الكالكوليتر بخمسين أو بفيفتي باوندز، والبن بون باوند، والبوك بتوينتي باوندز، والكايت بتن باوندز، والكريونز بفايف باوندز، وهنا مجموعة بانك نوتس أو ورقات نقدية، وكل واحدة ليها طبعا القيمة بتاعتها. فعايزين نعرف احنا ممكن نشتري كل حاجة من الحاجات دي بأي عملات أو بأي بانك نوتس من البانك نوتس دي. فأول حاجة الكالكوليتر أو الآلة الحاسبة، ثمنها زي ما احنا شايفين 50 pounds أو 50 جنيه. فال 50 pounds هل يا ترى هي دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ أنهي ورقة منهم ممكن نشتري بيها الكالكوليتر أو الآلة الحاسبة؟ شاطرين، هي دي، هي ال 50 pounds أو ال 50 جنيه. فنوصل بين الكالكوليتر وال 50 pounds زي ما احنا شايفين قدامنا. طب البن أو القلم الجاف ثمنه 1 pound أو 1 جنيه، هل يا ترى دي ال 1 pound ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ شاطرين، هو الكوين ده هو ال 1 pound، هو نفسه الورقة النقدية اللي هي قيمة ال 1 جنيه، وهو ده شكل ال 1 pound في شكل كوين أو في شكل عملات معدنية. فنوصل القلم الجاف أو البن بال 1 pound ده، وبكده نكون حددنا هنشتريه بأي ورقة أو بأي عملة نقدية. طب البوك أو الكتاب ثمنه 20 pounds أو 20 جنيه، فهل يا ترى دي ال 20 pounds ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ شاطرين، هي دي ال 20 pounds أو ال 20 جنيه. فاحنا هنوصل البوك بال 20 pounds زي ما احنا شايفين قدامنا، لأن احنا هنشتريه بالعملة النقدية دي، فهو ده الاختيار الصح. طب الكايت، الكايت ثمنها 10 pounds أو 10 جنيهات، هل يا ترى دي ال 10 pounds ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ شاطرين، هي دي ال 10 pounds، فهنوصل الكايت بال 10 pounds دي، لأن هي دي العملة اللي احنا نشتريها بيها. وآخر حاجة الكريونز أو أقلام التلوين، عايزين نعرف هنشتريها 5 pounds، أنهي عملة من دول ال 5 pounds يا أصحابي؟ شاطرين، هي دي ال 5 pounds زي ما احنا شايفين قدامنا، فهنوصلها بالكريونز بالشكل ده، وبكده نكون حددنا هنشتريها بأي بانك نوت أو بأي عملة نقدية، ونكون حلينا المثال ده. ونتنقل للمثال اللي بعد كده، خليكم معايا. زي ما احنا شايفين يا أصحابي في المثال ده، هو جاب لنا مجموعة عملات ومفروض نكتب قيمتهم جنبهم كام جنيه. فهنا هو جاب لنا على سبيل المثال 20 و 5، 20 pounds و 5 pounds، وكاتب هنا جنبهم 25 pounds أو LE. طب هنا في 20 وهنا 1 coin بواحد جنيه، 1 pound، مفروض هنكتب هنا كام يا أصحابي؟ شاطرين، 21 زي ما احنا شايفين قدامنا، لأن هما دول 21 pounds. طب هنا هو جايب لنا 10 pounds و 50 pounds و 20 pounds، لما نجمعهم على بعض هنلاقيهم كام يا أصحابي؟ شاطرين، 80 pounds أو 80 جنيه، 20 وال 10 وال 20 30 وال 50 هنلاقيهم 80، فنكتب هنا 80 pounds أو 80 جنيه زي ما احنا شايفين قدامنا. طب هنا مدينا 50 و 10 و 20 و 1 coin ب 1 pound، مجموعهم كام يا أصحابي؟ شاطرين، 81 pounds أو 81 جنيه، لأن ال 50 وبعد كده 10 يبقى 60، وبعدين 20 يبقى 80، وال 1 ده يبقى 81 pounds زي ما احنا شايفين قدامنا. شاطرين كلكم. طيب زي ما احنا شايفين قدامنا يا أصحابي، هنا 50 و 10، 50 pounds و 10 pounds، المفروض دول مجموعهم كام يا أصحابي؟ شاطرين، 60، فهنكتب هنا 60 pounds زي ما احنا شايفين قدامنا. طب 10 و 5، 10 pounds و 5 pounds، مجموعهم كام يا أصحابي؟ شاطرين،
15 pounds 15 جنيه 15. top 20 و 2 coins كل واحد منهم ب 1 pound يبقى دول المفروض مجموعهم كام يا اصحابي؟ شاطرين 22 او 22. طيب و هنا 20 و 10 و 20 مفروض دول مجموعهم كام يا اصحابي؟ شاطرين 50 20 و 10 يبقى 30 30 و 20 يبقى 50 50 يبقى هنا مجموعهم 50 pounds او 50 جنيه زي ما احنا شايفين قدامنا. طب تعالوا نشوف المثال ده مع بعض يا اصحابي. فين عندنا تيدي بير ثمنه 22 pounds وعندنا بايسكل ثمنها 95 pounds وعندنا بلين توي او طيارة لعبة ثمنها 78 pounds وعندنا ووتش ثمنها 55 pounds. المفروض ان احنا نوصلهم بثمنهم او بالفلوس اللي هنشتريهم بيها من الجنب ده. فالتيدي بير ثمنه 22 زي ما احنا شايفين قدامنا. هل يا ترى دول 22 pounds ولا دول 22 pounds ولا دول 22 pounds ولا دول 22 pounds؟ مين شاطر هيقول لي؟ شاطرين هم دول 22 pounds او دول 22 جنيه. فنوصلهم بالتيدي بير زي ما احنا شايفين قدامنا كده. طب البايسكل او العجلة ثمنها 95 pounds. هل يا ترى يا اصحابي دول ال 95 pounds ولا دول ال 95 pounds ولا دول ال 95 pounds ولا دول ال 95 pounds؟ شاطرين هم دول ال 95 pounds او ال 95 جنيه ادي ال 50 وبعد كده لما نزود عليها 20 كمان هيبقوا 70 او 70 ولما نزود على ال 70 20 كمان هيبقوا 90 او 90 وبعد ما نزود على ال 90 ال 5 الاخيرة دي هيبقوا 95 pounds او 95 جنيه ونوصلهم بالبايسكل او بالدراجة زي ما احنا شايفين قدامنا. طب البلين او الطيارة تمنها 78 pounds. هل يا ترى دي 78 pounds ولا دي 78 pounds ولا دي ولا دي؟ انهي فيهم 78 pounds يا اصحابي؟ شاطرين هم دول 78 pounds او 78 جنيه لان ال 50 لما نزود عليها 20 هتبقى 70 ولما نزود على ال 75 هتبقى 75 ولما نزود عليهم 3 كمان 1 2 3 هيبقوا 78 يبقى هي دي 78 pounds. فنوصلهم بالبلين زي ما احنا شايفين قدامنا كده. طب والووتش اللي تمنها 55 pounds هل يا ترى هي دي ال 55 pounds ولا دي 55 pounds ولا دول ال 55 pounds ولا دول ال 55 pounds؟ شاطرين هم دول ال 55 pounds زي ما احنا شايفين قدامنا. ال 20 مع ال 20 هيبقوا 40 40 ونزود عليهم 10 هيبقوا 50 50 ونزود عليهم 5 كمان هيبقوا 55 او 55 pounds زي ما احنا شايفين قدامنا ونوصلهم بالووتش بالشكل ده. وبكده نكون انهينا حل المثال ده ونتنقل للماس جورنال او كراسة الرياضيات علشان نحل المسائل بتاعته. خليكم معايا ونوصل لبيج 172 او صفحة 172 وفيها لسون 87 او الدرس رقم 87 وموجود هنا الماس بروبلم بتاعته هي write the value اكتب القيمة of each note لكل عملة ورقية as you pull them زي ما سحبتهم from the bag from the bag من الشنطة او من الحقيبة add them اضفهم together مع بعض to find the new total each time لتوجد المجموع بتاعهم كل مرة show your work here وضح العمل بتاعك هنا. وهنا المفروض يا اصحابي ان انتوا في الكلاس روم بالمدرس بتاعكو او التيتشر بتاعكو بيجيب معاه حقيبة او باج فيها عملات نقلية وفيها عملات ورقية from 1 to 100 او من الواحد جنيه
ل100 جنيه. المفروض ان انتوا كل واحد بيمد ايده في الحقيبة دي وبيعمل عملية بول او سحب لعملة وبعدين اتنين وبعدين تلاتة، ويشوف العملات اللي طلعت معاه من الباج هنا قيمتها قد ايه، يكتبها في الماس جورنال. مثلا لو هو سحب اول ورقة وطلعت معاه 5 pounds فيكتب هنا 5، وبعدين هيشوف كمان هيسحب العملة التانية فهيلاقي مثلا طلع في ايده 10 pounds او 10 فيكتب هنا 10 وهيكتب بينهم بلس. بعدين هيكتب بعدين هيسحب عملة تالتة، ومثلا لو تكن 20 pounds او 20 فيكتب هنا بلس برضو 20. يبقى هنا هو عمل ايه؟ عملية تسجيل او ريكوردنج للنوتس او each note لكل عملة ورقية، وبعدين عمل لهم add together او جمعهم مع بعض، ونكتب هنا equals مثلا 5 plus 10 plus 20 هنلاقيهم 35. فهي عملية فهي مثلا فهو هنا يا اصحابي في المفروض في الكلاس روم او في حجرة الفصل التيتشر بتاعكم بيعرفكم شكل العملات الورقية بتاعت الفلوس، ولما تعملوا عملية السحب لكل عملة ورقية من العملات دي بتكتبوا قيمتها في الماس جورنال هنا، وتراجعوا عملية الاديشن او الجمع زي ما احنا خدنا من شوية، وبعدين تبقوا كمان عارفين شكل العملات دي بشكل سليم وبشكل صحيح. وبكده نكون انهينا لسن 87 ونتنقل للسن اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 173 او صفحة 173، وفيها لسن 88 او الدرس رقم 88، وفي نفس المسألة الرياضية الخاصة ب 87 لان احنا بنحل مع بعض نفس الدرس، وهو متعلق بالبنك نوتس وازاي نعمل اد او نعمل اضافة using 10 pounds او اضافة 10 جنيه. فهنا بيقول لنا write the value، اكتب القيمة of each note الخاصة بكل عملة نقدية as you pull them زي ما انت سحبتهم from the bag من الحقيبة، add them together اضيفهم مع بعض to find the new total each time علشان تلاقي المجموع الجديد كل مرة. show your work here وضح عملك هنا. فاحنا زي ما قلنا المفروض مثلا في الكلاس روم انا جبت لكم باج وكان فيها عملات نقدية، ومثلا قلت لك اسحب اول عملة فانت سحبت مثلا لقيتها 10 pounds 10 جنيه فهتكتب هنا 10 وهتعمل بلس، بعدين سحبت التانية عملة فلقيتها مثلا 20 pounds 20 جنيه فهتكتب هنا 20، فقلت لك اسحب كمان ورقة فمثلا لقيتها 50 pounds او 50 جنيه فهتكتب هنا بلس 50، فهتعمل equals بيساوي وهتكتب مجموع الثلاث عملات دول 10 plus 20 plus 50 هتلاقيهم مثلا 80 pounds او 80 جنيه. وكده انت تكون اتدربت ازاي تجمع العملات النقدية مع بعض وعرفت شكلها كويس. ونتنقل للدرس اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج 174 او صفحة رقم 174، وفيها lesson 89 او الدرس رقم 89، وفي نفس المثال السابق وهو write the value of each note as you pull them from the bag، اكتب العملات النقدية زي ما انت سحبتها من الشنطة او من الحقيبة، add them together اجمعهم مع بعض to find the new total لتوجد الاجمالي الجديد each time كل مرة، show your work here وضح عملك هنا. فدي طبعا نفس المسألة لو انا جبت لكم حقيبة فيها بنك نوتس وقلت لكم اسحبوا 3 ورقات هتكتبوا قيمتهم هنا وتجمعوهم على بعض. ده homework ليكوا يا اصحابي، عايزكوا تتخيلوا ان انتوا سحبتوا 3 عملات نقدية مختلفة وتجمعوهم هنا على بعض وتكتبوا المجموع بتاعهم، واتمنى ان انتوا تبعتوا لي المساله بتاعه الجمع اللي انتوا هتكتبوها هنا في التعليقات بتاعه القناه او التعليقات الخاصه بصفحتنا على الفيسبوك او المجموعه بتاعتنا، وان شاء الله اللي هيبعتوا اجابات سليمه وصحيحه هقول اسمائهم الدروس اللي جايه. وبكده نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 175 او صفحة 175، وفيها lesson 90،
وليسون 90 يا أصحابي بيتكلم عن حاجة اسمها counting backward by ones and tens money، إن احنا نعد للخلف مستخدمين الونس أو الجنيهات الواحدة والتنس أو العشرات money الخاصة بالفلوس. وتعالوا نوضح ده بالأمثلة، خليكم معي. طبعا يا أصحابي لما نعمل counting backward by ones، إزاي نعد للخلف باستخدام الأحاد؟ مثلا زي ما احنا شايفين قدامنا ادي الارقام، ادي ال 100. لما نعد backward يعني للخلف by ones هنلاقي نفسنا بنقول 99، 99، رجعنا خطوة ورا. طب تعالوا نرجع 1 كمان، هنعد backward by ones هنلاقي نفسنا بنقول 98. طب نرجع خطوة كمان هنقول 97، نرجع خطوة كمان هنقول 96، خطوة كمان 95، once كمان 94، once كمان 93، once كمان 92، بعد كده 91. طب لما نعمل counting backward by tens أو بالعشرات هنعمل ايه؟ هنلاقي عندنا مثلا هنا ال 100، ولما نرجع 110 هنلاقي نفسنا بنقول 90، قلينا 10 بحالها. طب لما نقل 10 كمان أو 110 هنلاقي نفسنا بنقول 80. طب لما نعد 10 كمان للخلف او backward هنلاقي نفسنا بنقول 70. طب لما نعمل counting backward مرة كمان by 10 هنلاقي نفسنا بنقول 60. طب لما ننزل 10 كمان هنلاقي نفسنا بنقول 50. طب لما نقل 10 كمان هنلاقي نفسنا بنقول 40. طب لما نقل 10 كمان هنلاقي نفسنا بنقول 30. طب لما ننزل 10 كمان هنلاقي نفسنا بنقول 20. طب لما نقل 10 كمان هنلاقي نفسنا بنقول 10. فاحنا هنا عملنا counting backward او عدينا للخلف by tens او باستخدام العشرات. وهنا الرسم ده يا اصحابي بيوضح لنا المعلومة دي، ادي 100 LE او 100 جنيه، لما نعمل minus 10 او نقل 10 هنلاقيها 90 LE او 90 جنيه. لما نقل كمان 10 او minus 10 هنلاقيها ايه يا اصحاب؟ المفروض نكتب هنا ايه؟ شاطرين، 80 LE او 80 جنيه. طب لما نقل 20 بقى مش 10، لما ننزل منهم 20 او نطرح منهم 20 المفروض هيبقى معانا كام؟ شاطرين، 60 LE او 60 جنيه. طب لما نطرح من ال 60 او ال 60 دي 20، هيبقى معانا كام يا اصحابي؟ شاطرين، 40 LE او 40 جنيه. طب ال 40 دي لما نطرح منها 10 او minus 10 زي ما احنا شايفين قدامنا هيبقى معانا كام يا اصحابي؟ هو ال 40 لما نطرح منها 10 هيبقى معانا كام يا اصحابي؟ هو هنا حتى جاب لنا صورة ال 20 وال 10، المفروض هيبقى معانا كام؟ شاطرين، 30 LE. طب ال 30 او ال 30 لما نطرح منهم 20 او minus 20 المفروض هيبقى معانا كام يا اصحابي؟ 10 LE. شاطرين، يبقى هنكتب هنا 10. طب ال 10 لما نطرح منها 10 المفروض هيبقى معانا كام يا اصحابي؟ 0. شاطرين، 0، مش هيبقى معانا اي حاجة، وكده احنا صرفنا الفلوس كلها. والمثال ده بيوضح لنا بنعمل counting backward او بنعد للخلف using tens او باستخدام العشرات. ونتنقل للماس جورنال او كراسة الرياضيات نحل المسألة الخاصة بي، خليكم معي. وزي ما احنا شايفين يا اصحابي في lesson 90 او درس رقم 90 هنا بيقول لنا write 100، اكتب 100 in your journal في كراسة الرياضيات بتاعتك، هنكتب هنا 100. write the value of each note as you pull them from the bag، اكتب العملات النقدية زي ما انت سحبتها من الشنطة. برضو نفس النظام، انا جبت لكم شنطة بس انتوا كاتبين هنا 100 في الكراس بتاع الرياضيات بتاعتكو، هتسحبوا من الباج او من الحقيبة دي 3 عملات نقدية، والمفروض ان انتوا هتقللوا ال 100 بتاعتكو اللي انتوا كاتبينها في الماس جورنال هنا بالعملات النقدية اللي انتوا هتسحبوها من الباج دي. فهنا بيقول لك subtract، اطرح، to find، لتجد، the new total، المجموع الجديد، each time، كل مرة، show your work here، وضح عملك هنا.
فهنكتب هنا مثلا 100 زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنعمل هنا علامة عملية الطرح او الماينس زي ما احنا شايفين قدامنا. ومثلا انت سحبت من الباج اللي انا جايبها لك دي ورقة لقيتها مثلا 10 pounds او 10 جنيه، فهتكتب هنا equals بيساوي، وهتطرح ال 10 من ال 100 هيبقى معاك كام؟ شاطرين، هيبقى معاك 90 pounds او 90 جنيه زي ما احنا شايفين قدامنا. طب سحبت ورقة كمان لقيتها 20 pounds او 20 جنيه، هنطرحها من ال 90 دي، هنكتب هنا minus، هيبقى معاك كام؟ minus 20، 90 minus 20 هيبقى معاك كام؟ equals كام؟ لما تشيل ال 20 من ال 90 دي هيبقى معاك كام؟ شاطرين، هيبقى معاك 70 pounds او 70 جنيه زي ما احنا شايفين قدامنا. طب لما تسحب ورقة كمان وتلاقيها مثلا 20 pounds تاني او 20 جنيه تاني، هنطرحها من ال 70 زي ما احنا شايفين قدامنا، هنكتب minus 20، المفروض هيبقى معانا كام يا اصحابي؟ 70 minus 20 هيتساوي كام؟ شاطرين، 50 pounds زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا اتدربنا نعمل counting backward او نعد للخلف using tens او باستخدام العشرات زي ما احنا شايفين قدامنا. ويتمنى ان انتوا تحلوا المثال ده مرة تانية لوحديكو، تتخيلوا ان انتوا سحبتوا عملات نقدية تانية او بنك نوتس تانية وتقللوا بيها ال 100، تتدربوا على المثال ده كويس وتبعتولي الإجابة في التعليقات. أتمنى أن أنا أشوف تعليقاتكم فيها الحلول الجميلة الصح، أقول أسماءكم إن شاء الله المرات اللي جاية. وفي الختام أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتم، لو أعجبك الدرس اعمل لايك، والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو، وسايب لكم كمان روابط التشغيل الخاصة بالترم الاول والترم التاني، فيها كل الدروس بشكل منظم، لو حابين ترجعوا لاي درس هتعرفوا توصلوا بمنتهى السهولة. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.